السلام عليكم. اليوم في مطبخ أمي ان شاء الله راح نديروا الهريسه نتاع يعني المعجون نتاع الفلفله الحمراء، ماشي الهريسه، يعني المعجون نتاع الفلفله الحمراء، باش راح يجي حار. راه الموسم نتاع الفلفله الحمراء، نختار من الفرصه نوجدوها ونخبوها في الثلاجه عندنا ولا في المجمد حتى لسنه. تقدري في الشتاء تستعمليها في الطياب، في الجواز، يعني في لي سوب، تجي روعه هذه الفلفله هذه. واش راح نحتاج؟ اولا عندي كميه تاع الفلفل حوالي كيلو. واش ندلو؟ غسلته مليح، ما نحيتلوش الريسان كيما رانا نشوفو، نحكم قدرة ونحطو. اذا نستفو كامل، اذا بيكون تكون حاجة مفتوحة راح يوجد بالخف، يعني مش راح يطول لنا. وندير الماء، ما نكتروش الماء بزاف، نديرو الماء شوية برك، حوالي زوج كيسان تاع الماء. ندير معاهم في الصوص تاع الثوم ونديرو فوق النار يغلو حوالي ربع ساعة باش تنحلنا هاد القشرة فقط. إذا نديرها تغلي مدة ربع ساعة ونعاود نرجع لكم، نعاود نأكد لكم ما تكتروش الماء بزاف. وكنت مقبل جربت الطريقة تاع أني نفور الفلفل، لكن هاد الطريقة أحسن، يعني 100% أحسن. إذا هنا بعد ما جلست ربع ساعة يغلي، نلاحظوا بلي أنو الماء يعني تبخر، بقى حاجة قليلة فقط، نخلوه يبرد شوية، نغطيه نخليه يبرد شوية، نحكم يعني بالقرن كيما نقولوا حنا، ونبدا نقشر فيه. راح يتقشر لك بكل سهوله، لاحظوا معايا القشور يتنحاو بكل سهوله. اذا راح نقشر كامل الفلفل تاعي، يعني العمليه راح تجيكم سهله. دائما يعني نحن نبحثوا على الوصفات السهله. اذا نقشر حتى باش نفيدوكم. اذا راح نقشر كامل الفلفل هذا، من الاحسن انكم تخلوه يبرد، غير يبرد هذه القشره راح تجيكم سهله باش تنحوها. ونحي هذيك الزريعه، اذا نحي الزريعه من الداخل كما نشوفوا، ننفضها مليح ونعاودو نرجعو باش نكملوا الوصفه تاع نهار اليوم. اذا هنا راني قشرت كامل هذاك الفلفل تاعي، واش ندير؟ نحكم هذاك الثوم اللي درتو يغلي معاه راه طري، عفوا، وندير هذاك الفلفل هذاك اللي نقشرتو بهذه الطريقة ونطحنه بالروبو. يعني كل وقت ووقته، يعني بكري كان يديروه بالحليب تاع الخضرة نفوروه ونجوزو. حتى انا كنت نعملو هكداك، لكن من نهاري جربت هذه الطريقة عجبتني بزاف، عملية. اذا نطحنه، اذا هنا بعد ما طحنته مليح نعاود نرجعو في نفس القدرة اللي غليت فيها، بقالي شوية تاع الماء ما نرميهش لانه راه فيه كامل البنة تاع الفلفل. نديرو، اذا نكمل نطحن كامل هذاك الفلفل اللي قشرته ونعاود نرجع لكم. اذا هنا راني درت هذيك لا بيغي تاع الفلفل الحلو الاحمر فوق النار مع هذاك الماء اللي غلا فيه، يعني يكون نشف، يكون باقي كميه قليله فقط. واش ندير؟ اذا ندلو الزيت حوالي، يعني في الكيلو ديري حوالي نص كاس تاع الزيت، ندير الملح. هذا واش ندير؟ ندير الزيت والملح فقط. ونخليها تغلي حتى نحسوا انه هذاك الماء نشف وهذيك لابيغي تاعنا عقدت. اذا نديرها فوق النار ونخليها تغلي غير بشويه حتى تنشف لنا من هذا كامل هذاك الماء اللي كان فيها. إذا نخلوها تغلي. إذا الهريسة الفلفل الحلو ها هي معنا، بعد ما تبرد مليح نحطوها في العلب تاع بلاستيك. شوفوا كيفاش تجي، تجي بزاف بنينة هاد يعني ولا غتحس بها يعني طماطم. فاش نستعملوها؟ راح تستعمليها في أي أكل ديري، تقدري ديريها صوص طوماط، في جواز تقدري ديري زوج مغارف كبار، تقدري ديري في تكتوكا، في لي بات تقدري ديريها، وين تستعملي الطوماط تقدري تستعمليها. كيفية الاحتفاظ بها؟ شهر في الثلاجة ومدة عام في المجمد، يعني راه الموسم تاع الفلفل الحلو الأحمر ويجي بنين، وعلى الأخضر يجي بنين بزاف. ديروا هذه الوصفة راح تنفعكم بزاف، خاصة في الشتاء راه جاي. وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة، وإلى اللقاء.